احنا معانا واحد من نجوم المنتخب الانجولي، كارلوس مانويل الونسو، نجم منتخب انجولا وكان لاعب طبعا محترف في سويسرا، تحديدا في نادي سيون السويسري. هو ضيفنا في السادسه. ابارك لك طبعا على مش بس التاهل، ابارك لك على الشكل والاداء، مستوى الاداء الرائع والقوي اللي ظهر بيه منتخب انجولا في الكان 23، وبرده طبعا التاهل لدور الثمانيه اعتقد انه انجاز كبير جدا للمنتخب الانجولي، فالف مبروك. مساء الخير، انا مبسوط جدا وشكرا على الدعوه ان انا اكون معاكم النهارده. شكرا جزيلا على الدعوه. انا مبسوط جدا ان انا اكون معاكم النهارده على قناه مصريه وبلد كبيره زي مصر. طيب خليني ابدا معاك الاول اجواء ما قبل البطوله، يعني نرجع فلاش باك كده في البدايه، كانت ايه توقعاتكم او طموحاتكم في المنتخب الانجولي، وهل كنتم متوقعين المستوى والاداء والنتائج اللي اتحققت؟ صداره المجموعه بتضم منتخب كان مرشح لتحقيق اللقب زي الجزائر، ثم تخطي دور ال 16 والوصول لدور الثمانيه، هل ده كان متوقع بالنسبه لكم في انجولا قبل بدايه البطوله؟ الحقيقه احنا فريق كبير، ولكن التوقع بيبقى مختلف تماما عن اي حاجه بتحصل في البطوله واقعيه، يعني ان انت تبقى متوقع شيء وان يحصل حاجات واقعيه في الملعب دي تبقى حاجه تانية. ولكن الفريق محترم، فريق كبير، فريق بيأدي بشكل مناسب للاعبين والنجوم اللي موجوده في الفريق. عندنا مدرب محترف، عندنا مدرب محترم بيعرف يشغل الفريق بالطريقة اللي هو محتاجها، بيعرف في الآخر يوصل لنتيجة مهمة جدا احنا بنحتاجها. وعشان كده طبعا ان كل العالم بيشوف انجولا بالوضع اللي انتوا شايفينه ده بسبب اللعيبة المحترفة وبسبب المدير الفني. وطبعا احنا عندنا مباراة كبيرة جدا يوم الجمعة، مش هتبقى سهلة زي المباريات اللي فاتت، وطبعا احنا هنأدي فيها بطريقة كويسة، ولكن احنا ما نضمنش يعني ايه اللي هيحصل يوم الجمعة. يعني هي البطولة الحقيقة اكيد اكيد هتتفق معايا مليانة بالمفاجآت، والحقيقة يمكن منها مفاجآت ما كانش ممكن حد اساسا يتوقعها قبل بداية البطولة. انت بتتكلم على خروج فرق ومنتخبات عريقة جدا على مستوى الكرة الأفريقية، النهارده بقت او اصبحت خارج البطوله، اكبرها واهمها حامل اللقب السنغال على ايد كوت ديفوار، منتخب مصر خرج، منتخب تونس خرج، منتخب الجزائر خرج، منتخب غانا خرج، منتخب الكاميرون خرج، في الوقت اللي منتخبات يمكن ما كانش في ليها حظ في ترشيحات كبيره جدا قبل البطوله انها تواصل المشوار. فبيتهيالي انه الحسابات اختلفت في الكره في افريقيا، والبطوله دي بتاكد انه خريطه الكره في افريقيا اتغيرت بشكل كبير. ده حقيقي، ده حقيقي. انا طبعا شايف كل المنتخبات الكبيره اللي خرجت دي ما كانتش مفاجاه ليكم انتوا لوحديكم، ان مصر تخرج دي كانت، او السنغال او 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 نيجيريا، الموضوع ده الناس كلها مستغربه منه في العالم كله، لان احنا كلنا عارفين الفرق الكبيره او فرقه افريقيا الكبيره هي مصر. مصر دايما كانت بتفاجئ الجميع في كل المنتخبات، بتفاجئ المنتخبات كلها، ولكن السنه دي النسخه بتاعت السنه دي نسخه مختلفه تماما، يعني فيها لعيبه محترفه اكتر في دول زي مصر، زي دول اوروبيه، اللعيبه عندها طموح اكتر، اللعيبه بتلعب بشكل كان هو ده اخر ماتش في كل ماتش بيخشوه، فطبعا بيأدوا بطريقه مختلفه، ولكن طبعا هو الحظ في الاول وفي الاخر بيخالف المنتخبات الكبيره، وللاسف الحظ ما كانش مع المنتخبات الكبيره النسخه دي، وعشان كده احنا زعلانين وشايفين ان بعض الفرق الكبيره بدأت تخرج من البطوله زي السنغال، وللاسف ان الفرق الصغيره هي اللي بتعمل شغل كويس، يعني زي انجولا، موريتانيا، فرق كده، يعني ما حدش كان يتخيل ان هي هتكمل في البطوله، ولكن الناس دي اشتغلت على نفسها كويس جدا، وبالتالي احنا مكملين في البطوله. هو الحقيقه ما فيش للاسف، يعني الحقيقه في النهايه
الكرة للي بيجيد واللي بيجتهد، واعتقد انه النتائج كلها كانت منصفة، يعني ما فيش حد اتغدر بيه او ما فيش حد خرج كان يستحق انه يستمر او انه استمر في المنافسة وكان يستحق انه يخرج بدري بدري. الحقيقة كل المنتخبات اللي وصلت المشوار قدمت عروض في منتهى القوة وما حطتش، وبين قوسين كده وانا عايز اتكلم معاك في الجزئية دي، ما حطتش اي اعتبار لفكرة الاسماء او التاريخ او المحترفين او الاندية. الكل اشتغل على امكانياته، واللي نجح في انه يقدم افضل ما عنده هو اللي قدر يواصل المشوار. بالطبع بالطبع، أنجولا هي فريق كبير طبعا، وأنجولا بتحترم جميع الفرق إذا كانت كبيرة أو إذا كانت فرق صغيرة زي ما أنا بقول، ولكن الفرق الكبيرة زي مصر زي سنغال زي نيجيريا، الفرق دي احنا دايما بنحترمها سواء احنا بنلعب في البطولة سواء احنا ما كناش بنلعب في البطولة، احنا حقيقي بنحترم الفرق دي واحنا بنقول عليهم فرق كبيرة. صحيح. طبعا بكامل احترامي ان انت بتقول ان الفرق ما فيش حاجة اسمها كبيرة وصغيرة، في فرق عايزة تكمل، ولكن احنا دايما لما بنيجي نلعب او لما كنا بنلعب حتى وانا في الملعب كان دايما مصر ليها هيبة وليها خوف خاص لجميع الفرق الأفريقية. مصر دايما بنحترمها، الفرقة فيها لعيبة محترفة كتير بيلعبوا كرة محترمة، فرقة فيها لعيبة محترفة زي محمد صلاح، فرق زي السنغال فيها ساديو ماني، ولكن طبعا الحظ خانهم في البطولة النسخة 2024. احنا بنأمل دايما ان احنا نأدي بشكل كويس سواء في النسخة دي او سواء اي نسخة اخرى، ولكن الحظ معانا المرة دي كويس جدا، وفي الحالي انجولا بتحاول تظهر للعالم كله ان زي ما انت قلت كده بالظبط، ان مفيش كبير وفي صغير، في حد صحيح عايز يكمل. هاجي لبقيه مشوار البطوله وهاجي لماتش نيجيريا، بس انا عايز اسالك برضو واحده من الملاحظات اللي كانت واضحه جدا في البطوله دي، هي فكره استعانه عدد كبير من المنتخبات الافريقيه بلاعبين افارقه من مواليد اوروبا. اعتقد ان ده برضو واحد من العناصر اللي جدت او استجدت على الكره الافريقيه وساهمت في تطوير مستويات عدد كبير، عدد مش قليل يعني من المنتخبات الافريقيه، زي مثلا على سبيل المثال كاب فيردي. وعايز اعرف انتوا في انجولا في المنتخب الانجولي هل برضو ضميتم او بيضم عناصر من مواليد اوروبا اصول انجوليه ولكنهم اتولدوا وبداوا مشوارهم في الكره في اوروبا يعني؟ تمام، بالفعل طبعا هو ده الفرق الكبير اللي حاصل. الكرة الأوروبية مختلفة تماما عن الكرة الأفريقية. طبعا العالم كله عارف أن أوروبا عندها أحسن اللعيبة وأحسن الأنديات، وبالفعل أي لعيب بيلعب هناك بيرجع بطريقة وفكر مختلف تماما، بيرجع بطريقة لعب أوروبية، وطبعا ده بيبان في الملعب وسط اللعيبه ووسط زمايله. طبعا اللعيبه الاوروبيين دايما او اللي بيلعب في اوروبا بيرجع بطريقه هجوميه اكتر، بيرجع بطريقه اسرع، عايز يحقق حاجه مش بس عشان خاطر البطوله اللي هو بيلعب فيها مع فريقه الافريقي، ولكن عشان لما يرجع فريقه تاني الاوروبي يعرف يخلي المدير الفني مقتنع بيه وما يكونش ان هو اثر على مجهود اللي عمله في اوروبا. ودلوقتي انجولا عندها 4 لعيبه بيلعبوا في اوروبا، بيلعبوا في 4 فرق او 4 انديات اوروبيه. طب انا مش بتكلم على محترفين، لان كل منتخبات افريقيا طول عمرها بتعتمد على المحترفين، لكن انا بتكلم على اللعيبه اللي من اصول انجوليه واتولدوا وتاسسوا وبداوا مشوارهم، يعني ما ابتدوش في انديه انجوليه، ما ابتدوش المشوار في الانديه الانجوليه، ابتدوا في اوروبا او في انديه اوروبيه، ومع اكتمال التجربه استدعاهم المنتخب عشان يلعبوا باسم انجولا. طبعا طبعا عندنا لعيبه كتير ان هم اصول انجوليه وزي كاب فيردي. طبعا عندنا طبعا زي كاب فيردي، في لعيبه كتير اللي اتولدوا بره في اوروبا
ولكن هم ليهم اصول من كاب فيردي. انجولا نفس الكلام، عندنا طبعا لعيبه كتير من غير ما اسمي حد فيهم، برضه هم ليهم اصول انجوليه، ولكن طبعا هم اتولدوا في اوروبا وحاليا هم بيلعبوا في فرق اوروبيه وبيرجعوا للمنتخب الانجولي وبيأدوا بشكل كويس جدا. طيب عايز اكلمك كمان على مابولولو، بما انه يعني بيلعب في الدوري المصري ومتالق الحقيقه، هو هداف الدوري المصري ومتالق في بطوله افريقيا مع انجولا. توقعاتك ليه، رايك في مستواه، شايف ازاي ممكن يكون مشواره بعد البطوله الافريقيه؟ هل تتوقع انه، انا عارف ان في عروض كتير جات لنادي الاتحاد فيما يتعلق بمابولولو، واحد من الهدافين المميزين اللي احنا شفناهم في السنوات الاخيره، لكن انت شايف مردوده مع المنتخب ايه، وشايف الافضل لمستقبل مابولولو ايه بعد البطوله؟ مابولولو هو لعيب مكار جدا بطريقه كوميديه، بيلعب بشكل محترف طبعا، لعبه في الاتحاد السكندري ما بيبانش زي الفرقه بتاعت انجولا، ولكن طبعا الاتحاد السكندري عامل شغل كويس جدا مع لعيب زي مابولولو، وطبعا هو مهم جدا، وانا شايف ان طبعا هيجي له عروض كتير جدا الايام اللي جايه دي، وطبعا مصر بلد كبيره وفيها انديه كبيره جدا محترمه، ولكن دايما كل اللعيبه سواء النهارده سواء امس سواء اي يوم تاني بتحلم ان هي تبقى دايما في اوروبا. مع خروج المنتخبات الكبيره، عدد كبير من المنتخبات المرشحه خرجت، لم يتبقى سوى نيجيريا، المغرب او جنوب افريقيا، واعتقد كوت ديفوار البلد اللي بتستضيف البطوله. اعتقد ان الفرص بقيه الاسماء كلها اصبحت متساويه. توقعاتك للنهائي وتوقعاتك لمباراه او مواجهه نيجيريا وانجولا الجمعه المقبله. بالفعل ان الفرق اللي موجوده دلوقتي بتنافس بشكل مختلف تماما. طبعا هنتكلم عن الماتش اللي جاي بتاع نيجيريا، ماتش صعب مش هيبقى سهل زي اي ماتش احنا لعبناه. طبعا انجولا هتبقى محضره نفسها بشكل كويس جدا، هتأدي بأحسن شكل عندها، لأن هو ده أهم ماتش أنا شايفه من وجهة نظري هيبقى ما بين أنجولا ونيجيريا، وأنا حاسس إن احنا هنكسب الماتش ده. ولكن المغرب كمان فريق قوي، بس هي كمان عندها صعوبة شوية، فلازم لسه هتلاعب كاب فيردي ولازم تعدي وهكذا، فأنا شايف إن أنجولا هي الأوضح والأحسن وفرصتها أحسن. كل التوفيق للمنتخب الأنجولي، وإذا كان في تواصل بينك وبين نجوم أنجولا السابقين اللي يعني كنا بنفرح بيهم وبنحبهم جدا، وما زلنا الحقيقة متذكرين، أو جمهور الأهلي كله متذكر أسمائهم، أمادو فلافيو وجيلبرتو، فيعني رسالة مني ليهم باسم جماهير النادي الأهلي كل التحية التقدير والاحترام ليهم. بشكرك شكرا جزيلا كارلوس مانويل ألونسو، نجم طبعا منتخب أنجولا السابق ونجم فريق سيون السويسري، هو كان ضيفنا النهاردة في السادسة.